Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and this is my channel with name Dr. Marwa Sawi from chemistry and science. I am graduated from faculty of science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory, and secondary levels. Thank you for watching. Today, we will talk about concept 1-3, light and sight. يعني الضوء, هنتكلم النهاردة عن الضوء وإيه والرؤية. الضوء والرؤية. ركز معايا كده. هناخد النهاردة ليسون 1. شايفين يا ولاد الصورتين اللي قدامنا دول؟ أول صورة دي صورة عادية للهيومن, للإنسان. طيب والصورة الثانية عبارة عن إيه؟ عن الفيشنج كات. يعني إيه فيشنج كات؟ يعني القط السماك. القط السماك. تعال نشوف بقى القط السماك ده بيعمل إيه. In the previous concept you have learned that the animals have sense like humans. ان احنا درسنا ان الانيمالز, ان الحيوانات عندها حواس زيها زي مين يا ولاد؟ زي الانسان. يبقى animals have senses like humans. طيب humans and animals have nerves. الاثنين بيبقى عندهم اعصاب, nerves. ليه بقى؟ ايه فايدتها؟ to send information from the sense organs to the brain, الى المخ for processing information. يبقى humans and animals, الحيوانات الاثنين الحيوانات والانسان الاثنين بيشتركوا في وجود اعصاب ان هي بترسل بيها الاشارات للسنس اورجانز اللي هي اعضاء الحس, ومن اعضاء الحس بترسلها الى البرين عشان تقدر تترجم المعلومات اللي جايه لها. تمام. طيب do you know what is the organ, ايه هو العضو that is affected by light, اللي بتأثر بالضوء في الانسان والحيوان, ايه هو العضو؟ طبعا الايز هو المسؤول عن الضوء في الانسان والحيوان. and how they can see things in low light places. يعني ايه low light places؟ يعني الاماكن اللي فيها الضوء بيكون قليل جدا, يعني هنقول المظلمة, in the darkness. The eye طبعا العين, احنا قلنا هو الأورجان اللي مسؤول عن اللايت. Is the sense organ of sight, هو مسؤول عن الرؤية. That is affected by ايه؟ by light, اللي بتأثر بالضوء in humans and animals, في الاثنين, في الإنسان والحيوان. طيب humans الإنسان بيحتاج more light in the low light places to see clearly. يبقى ممكن يقول لي ليه الإنسان بيحتاج ضوء أكتر في الأماكن اللي فيها الضوء قليل, to see clearly يعني لإيه؟ ليرى بوضوح, clearly يعني بوضوح. طيب عشان يشوف بوضوح. If the animals such as fishing cat اللي هو القط السماك can see better than humans, يعني يقدر يشوف أفضل من الهيومنز, من الإنسان, in the low light places, يعني في الأماكن الأقل. يبقى مين يا ولاد اللي بيشوف أحسن من مين؟ الأنيمال, الحيوان, زي الفيشنج كات بيقدر يشوف أوضح من الإنسان في الأماكن المظلمة. نقرأ الكلمات الأول يا ولاد اللي في الصفحة دي. affected by يعني يتأثر بي, معلومات يبقى إيه؟ information. information يعني معلومات. hunting with night vision يعني الاصطياد في وقت الظلام أو بالرؤية الليلية. I is the sense organ that humans depend on to see the surroundings, يعني العين هو عضو الإحساس في الإنسان اللي بيقدر يشوف الأشياء. يبقى true, برافو عليك. طيب presence of sound sent for humans to see the surroundings clearly, يعني إن هو بيشوف, هو اللي بيشوف بيها الساوند. أكيد لأ طبعا, مش الصوت, الصوت ما بيقدرش يشوف بيها, بيقدر يسمع بيها. المفروض هنا كانت تبقى to hear the surrounding clearly. night vision in humans يعني ايه؟ يبقى الرؤية الليلية, هناخد الرؤية الليلية في الانسان وفي الحيوان اهو.
night vision in humans هناخدها و night vision in animals برضو هناخدها. night vision of human ايه اللي بيحصل عشان يشوف الانسان؟ طبعا human eyes need more light زي ما قلنا بتحتاج لضوء اكتر to see well او clearly يعني عشان يشوف كويس in the low light places عشان يشوف في الظلمة بيحتاج ايه؟ بيحتاج ضوء كويس. طيب without more light من غير ضوء humans هيعملوا ايه بقى؟ الانسان هيعمل ايه من غير ضوء؟ would need a device يبقى بيحتاج جهاز اسمه ايه بقى الجهاز ده؟ شايفين النظارة دي؟ النظارة دي اسمها night vision goggle. يعني ايه night vision goggle؟ يعني النظارة الليلية، نظارة الرؤية الليلية اسمها ايه؟ نظارة الرؤية الليلية to see in in the dark عشان يشوف في الظلمة. يبقى الانسان عشان يشوف في الظلمة محتاج ضوء كفاية او ضوء اكتر عشان يقدر يشوف بوضوح، فبيحتاج لديفايس. الديفايس دوت اسمه ايه؟ جهاز. الديفايس ده اسمه ايه؟ night vision goggles يعني نظارات الرؤية الليلية to see in the dark عشان يشوف في ايه؟ في الظلام. night vision in animals بقى يا ولاد، night vision in animals the structure of eyes يعني تركيب العين في بعض الحيوانات بيساعدهم ان هم يشوفوا كويس في الظلمة زي الفيشنج كات. يبقى help them see in the dark such as fishing cat. تعالى بقى ندرس الفيشنج كات. طيب the fishing cat it is a wild cat. يعني ايه wild cat؟ يعني قط بري. يبقى هو قط بري and considered as one of nocturnal animals وبيعتبر واحد من الكائنات الليلية. that hunts for food at night اللي بيقدر يصطاد الطعام بالليل. ولاد نركز مع بعض، هو wild animal ممكن يقول لي ايه هو الwild cat؟ يبقى اسمه الفيشنج كات، القط السماك. and considered as one of nocturnal animals يعني بيعتبر واحد من الكائنات الليلية أو الحيوانات الليلية. that hunts for food at night يعني اللي بيقدر يصطاد الطعام بالليل. طيب the fishing cat's eyes seem to glow in the dark. خلي بالك glow يعني بتتوهج أو يطلع منها ضوء ويطلع منها شرارة. in the in the dark in the dark في الظلام. يعني القط السماك ده لما تيجي تبص في عينيه هتلاقي ان هو بيطلع زي شرارة كده او عينيه بتتوهج كده فين في الظلمة. خلاص بس ايه بقى التفسير العلمي للكلام ده؟ بيكوز ايه بقى يا ولاد؟ عشان دي ممكن تيجي سؤال جبريزون. the fishing cat eyes seem to glow in the dark ليه بتطلع توهج في الليل؟ يبقى because it has a mirror like membrane عشان يا ولاد القط السماك ده بيبقى عنده غشاء اسمه mirror like membrane، غشاء يشبه المرآة. طب الغشاء اللي بيشبه المرآة ده بيبقى موجود فين؟ at the back of its eyes يعني في آخر الايس يعني في آخر العين. الغشاء اللي هو بيشبه المرآة بيبقى موجود في آخر العين. when the light enters the fishing cat's eyes يعني لما الضوء بيدخل على العينين بتاعة الفيشنج كات ده، أول ما الضوء يجي يدخل هنا كده على العين إيه اللي بيحصل؟ it bounces it back يعني reflects off this membrane يبقى بيعكس هذا الغشاء. it bounces this membrane allowing its eyes to collect more light بيسمح بيبقى فيه هنا ضوء اهو، يبقى بيسمح للضوء ان هو يخش بصورة اكبر لايه؟ للممبرين. يبقى it bounces او reflects بيعكس this membrane بيعكس هذا الضوء الى الممبرين اللي موجود في العين عشان يسمح للعين to collect more light ان هي تاخد اضاءة اكتر. خلاص allows its eyes to collect more light. this structural adaptation التكيف التركيبي ده of the fishing cat eyes
ماشي، ده يعتبر استراكشرال ليه وليد، عشان ربنا اللي خلق العين كده، هي مش بتتكيف مع حاجة خارجية، هي في حاجة داخلية فيها ربنا اللي خلقها، يبقى دي استراكشرال ايه ادابتيشن. Of the fishing cat's eyes is found in all cats، بتوجد في كل القطط، and allow them، وبتسمح لهم to have excellent night vision، ان هي يكون عندها رؤية ليلية ممتازة، to hunt in the low light places، عشان تصطاد في الأماكن اللي فيها الإضاءة قليلة، يبقى عشان تصطاد ايه في الأماكن المظلمة. clearly يعني بوضوح، clearly يعني بوضوح، surroundings يعني الأشياء المحيطة، night vision goggles يعني نظارات الرؤية الليلية، طب wild يعني بري، hunt يعني يصطاد، mirror light membrane يعني غشاء يشبه المرآة، طيب reflected off يعني ينعكس، reflected off، excellent يعني ايه؟ يعني ممتاز، excellent يعني ممتاز. طيب the ability of humans and nocturnal animals to see in the dark يعني قدرة الإنسان والحيوانات الليلية، يبقى قدرة الإنسان والحيوانات الليلية ان هم يشوفوا في الظلمة، to see in the dark، هنقارن بين الإنسان وبين النوكتورنال أنيمالز، أو هنقارن بين الإنسان والنوكتورنال أنيمالز من خلال إيه؟ من خلال size of the eye يعني حجم العين، والآي بابل يعني بؤبؤ العين، آي بابل يعني بؤبؤ العين، خلاص. طيب من حيث السايز بقى، الحجم، حجم العين في الإنسان بتبقى أصغر من الحيوان الليلي، يبقى humans have small eye، لكن النوكتورنال أنيمال big A big eye، يبقى هنا small eye في في الإنسان، في الحيوان الليلي بيكون عنده عين كبيرة يبقى big eye. طب الآي بابل اللي هي بؤبؤ العين بيكون نارو في حالة الهيومن، يعني يعني ايه نارو؟ يعني بتكون ضيقة جدا في حالة ايه الهيومنز، وبتكون وايدر في حالة النوكتورنال انيمالز اللي هي الكائنات الليلية. بص كده العين هنا كده، بص بؤبؤ العين كبير قوي ازاي، مش زي الانسان. الانسان دي بالنسبة للسايز، بص حجم العين، حجم العين هنا صغيرة وهنا أكبر منها، خلاص. طيب في الإنسان بيكون بؤبؤ العين، بؤبؤ العين اللي هو إيه اللي هو ده كده بيكون ضيق، لكن هنا بؤبؤ العين بتاع مين؟ بتاع القط السماك، بيبقى إيه؟ بيبقى كبير، wider يعني واسع، to allow more lights enter their eyes، عشان يسمح بمرور ضوء أكتر للعين، ودي ممكن تيجي برضو give reason للقط السماك أو النوكتورنال أنيمالز، eyes الأي بابل بتاعتها بيبقى وايد، يعني بؤبؤ العين بيبقى واسع، ليه؟ to allow more light enter their eyes، يعني عشان يسمح بمرور ضوء أكتر في العين. Some nocturnal animals can see in the weakest light levels، يعني إيه weakest light level؟ يعني مستويات الضوء بتكون ضعيفة، مستويات الضوء الضعيفة اللي هو darkness، يعني يبقى بعض الحيوانات الليلية some nocturnal animals بتقدر ان هي تشوف في الظلمة، but in complete darkness يعني في ظلام او دنيا مظلمة جدا، they depend on other senses يعني بتعتمد على باقي الحواس، زي مين؟ لما بتبقى الدنيا ظلمة خالص complete darkness بتقدر ان هي تشوف بايه، بتقدر ان هي تستخدم باقي الحواس بتاعتها اللي هي الهيرنج السمع and smelling والشم. يبقى النوكتورنال انيمال لما بيكون الضوء ضعيف قوي لدرجة ان هو complete darkness بيقدر يستخدم حواسه الباقية اللي هي الهيرنج والسميلنج. يعني ايه هيرنج وسميلنج؟ يعني
السماء والشم that help them to hunt their prey and to avoid their predators. يعني help them to hunt their prey يعني بتساعدهم ان هم يصطادوا الفرايس بتاعتهم and to avoid their predators. قلنا predators يعني الكائنات المفترسة. طيب what happens if يعني ماذا يحدث لو the fishing cat eyes have no mirror like membrane. ايه اللي هيحصل لو العين بتاعت القط السميك ما كانش فيها الغشاء اللي بيشبه المراية؟ it can see clearly and hunt at night. يعني هو مش هيستطيع ان هو يشوف كويس and hunt at night يعني ويصطاد بالليل. يبقى it can't see clearly ما بيقدرش ان هو يشوف كويس ولا يصطاد بالليل. خلاص كده. طيب نيجي بقى للتشيك يا ولاد. the type of adaptation in the fishing cat to see in the low light places is a behavioral adaptation يا ولاد. يعني ده تكيف سلوكي ولا لا؟ لا طبعا، لان ربنا اداله العين بتاعته بهذه الطريقه، يبقى ده structural، هو ملوش دخل فيها، يبقى structural adaptation. يبقى اول واحده خالص. ثاني واحده all cats have a mirror like membrane in their eyes. يعني كل القطط عندها غشاء يشبه المرايه في عينيها. كل القطط صح، كل القطط عندها غشاء يشبه الميرور المرايه في عينيهم. طيب شو ذا كوريكت انسر؟ اف ذا هيومن ايز كونتين ا ميرور لايك ميمبرين سو هيز ايز نوت ان ذا لود لايت بليسز. يعني كل لو الانسان، لو عين الانسان بتحتوي على غشاء يشبه المرايه سو هيز ايز ايه ابير برايت. طبعا ان هي هتكون ايه؟ هتكون منورة على طول، يبقى ابير ايه؟ برايت. طيب بقبق العين يعني اي بابل، وويدر يعني اوسع. خلاص يا ولاد كده نكون خلصنا اكتيفيتي نمبر 2 اللي هي هانتنج ويز نايت فيجن. خدنا فيها نايت فيجن اوف هيومنز، ازاي الانسان بيستخدم النايت فيجن، وقلنا ان هو بيحتاج حاجه اسمها النايت فيجن جوجلز اللي هي نظارات الرؤيه الليليه. وخدنا النايت فيجن ان انيمالز، خدنا بالتفصيل الفيشنج كات، وقلنا ان هو عنده ممبرين لايك يعني ميرور لايك ممبرين، غشاء يشبه المرايه. وقلنا ليه؟ عشان يعمل ريفلكت للضوء فيسمح للعين ان هي تجمع ضوء اكتر. وقلنا ان ده بيعتبر عنده structural adaptation. وقلنا كمان ان العين بتكون في الانسان حجمها صغير وبتكون اضيق من الحيوانات الليلية عشان تسمح بضوء اكتر للوصول للعين. وقلنا كمان ان الانسان لو ما عندوش لو كان عنده غشاء بيشبه الممبرين، ايه اللي هيحصل؟ عينه هتبقى يعني اوسع وهيدخلها ضوء اكتر، وهتبان ان هي برايت يعني مضيئه. هيبان عينيه هتكون مضيئه زي مين؟ زي الفيشنج كات. وبكده ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، هتبقى اكتيفيتي نمبر 3. وإلى اللقاء في فيديو قادم يا أولاد. واللي ما عملش لايك ينزل يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة عشان يوصله كل جديد. ويلا باي باي.